أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، هنكمل مع بعض مراجعة الصف الأول والثاني الثانوي. هنتكلم النهاردة عن دير إمبراتيف. دير إمبراتيف اللي هي صيغة الأمر. صيغة الأمر عندي بتبنى على ثلاث أشكال: الأمر مع المفرد، والأمر مع الجمع، والأمر في صيغة الاحترام. نبدأ الأول بصيغة الأمر مع المفرد. عشان تكون صيغة الأمر، أول شرط من شروط الأمر لابد من وجود علامة تعجب في نهاية الجملة. وفي الكتابة الحديثة يمكن شطب هذه العلامة، ولكن نبدأ الأول إن في علامة تعجب. المفرد طبعا أنت بتأمر واحد بس في حالة المفرد. لو قلت أحمد، هأمره أقول له تي شاي، فأنا بقول له مثلا اشرب شاي. الفعل يشرب يعني drinking. عشان تكون صيغة الأمر مع المفرد، هنصرف الفعل، الفعل drinking أو أي فعل يتم الأمر به، هنصرف الفعل مع دو. يبقى دو ترينكست. نشوف بس الخطوات اللي بنعملها. يتم حذف الضمير دو والاس تي، هيتبقى لي ترينك، وهذه هي صيغة الأمر. يبقى تاني، عشان أكون صيغة الأمر مع المفرد، يتم تصريف الفعل مع دو، نحذف الضمير ونحذف الاست من الفعل، وبالتالي هتبقى ترينك. في صيغة الأمر مع المفرد يجوز وضع حرف الاي، ولو مش عايز تحطها مفيش مشكلة. طيب ناخد مثال كمان. لو قلت اسلام تسو هاوزة، كلمة تسو هاوزة بمعنى في المنزل. فأنا هنا عايز أمره أقول له امكث في المنزل. الفعل يمكث يعني بلايبن. هنصرف الفعل بلايبن مع الضمير دو بلايبست. يتم حذف الاس تي والدو. إذا صيغة الأمر من الفعل بلايبن هي بلايب، ويجوز وضع حرف ال A. واضح كده؟ اذا عشان تكون صيغة الامر تاني مع المفرد، يتم تصريف الفعل مع الضمير دو، نحذف الضمير دو ونحذف الاضافة اللي هي الاس تي، وبالتالي الامر من الفعل بلايبن هو بلايب او بلايب، الامر من فعل ترينكن ترينك او ترينك، الامر من الفعل كومن كم أو كومي، الأمر من الفعل مخن مخ أو مخي. واحد يقول لي طب ما هو في طريقة أسهل من الطريقة دي، إن أنا أصرف الفعل مع دو. الأفعال في اللغة الألمانية، معظم الأفعال في اللغة الألمانية تنتهي بالإي إن. طب إحنا ممكن نحذف الإي إن من الفعل ويبقى إحنا كده ريحنا دماغنا؟ قال لك لأ. ليه؟ عشان في عندي مجموعة من الأفعال القوية، ومجموعة الأفعال القوية قلنا قبل كده أن الفعل القوي يحدث التغيير مع الدو وإير وإس وزي. بمعنى أن أنا لو قلت علي أوف دويتش، كلمة أوف دويتش يعني باللغة الألمانية، فأنا هنا عايز أمره أقول له تحدث باللغة الألمانية. الفعل يتحدث يعني شبريشن. هنصرف مع الضمير دو، هنصرف الفعل مع الضمير دو تبقى شبريشست. هنحذف الضمير دو ونحذف الاس تي تبقى شبريش. وبالتالي تم تحويل حرف الاي الى اي في صيغة الامر. في هذه الحالة لا يجوز وضع حرف الاي اللي احنا كنا بنحطها هناك
اختيار. إذن في الأفعال القوية التي يتحول فيها حرف الـ A إلى E، زي مثال لذلك الفعل تريفن اللي هو معناه يقابل، الفعل هيلفن يساعد، الفعل جيبن يعطي، الفعل إسن يأكل، يبقى تريفن يقابل، هيلفن يساعد، جيبن يعطي، إسن يأكل. لتكوين صيغة الأمر مع هذه الأفعال، عشان نكون صيغة الأمر مع هذه الأفعال القوية التي يتحول فيها حرف الـ A إلى E، عايز أكون صيغة الأمر من الفعل تريفن في حالة المفرد تبقى تمام، تريف، حولت الـ A إلى E. الأمر من الفعل هيلفن في صيغة المفرد هيلف، الأمر من الفعل جيبن في صيغة المفرد جيب، الأمر من الفعل إسن في صيغة المفرد هتبقى إس. عندي في مجموعة تاني من الأفعال القوية التي يتم تحويل حرف الـ A إلى إي A، مثال لذلك الفعل زيهن والفعل ليزن، وعندي الفعل نيمن. ركز بقى معايا عشان تعرف ازاي اكون صيغة الامر من هذه الافعال. اولا لو حبيت تصرف الفعل زيهن، لو حبينا نجيب كده الخطوات، الفعل زيهن تصريفه مع الضمير دو زيهست، هنحذف الدو والاست، وبالتالي الامر من الفعل زيهن زي بإضافة حرف الإي. كذلك الفعل ليزن اللي هو معناه يقرأ، زيهن يرى، هنصرف الفعل ليزن مع دو، يبقى دو ليست، يتم حذف الدو، وطبعا هنا هنحذف التي فقط وليس الاستي، لأن الاس هنا أصبحت أصلية من الفعل. الفعل نيمن بمعنى يأخذ، عايز أكون صيغة الأمر من الفعل نيمن، يتم تصريف الفعل مع الضمير دو، يبقى دو نيمست، هنشيل الدو تبقى نيم، وبالتالي صيغة الأمر من الفعل نيمن هي نيم، ليزن ليس، زيهن زي، تغفن تريف، هيلف جيب إس. يبقى هي دي بالنسبة للأفعال القوية التي يتم تحويل حرف الـ A إلى E، وحرف الـ A إلى EA، وحرف الـ A إلى E. يبقى نقول تاني عشان أكون صيغة الأمر، خد بالك احنا كلنا بنتكلم على المفرد، لو انت ملاحظ هنا الضمير مفرد، أحمد، محمد، إبراهيم، علي. قلنا أول شرط يتم وضع علامة التعجب في نهاية الجملة، والمناسبة يجوز إن أنا أشيلها، هنتكلم عليها بعد كده، حتة حذف علامة التعجب. بنجيب الفعل اللي أنا بشتغل فيه بالأمر، يتم تصريف الفعل مع الضمير دو، يتم حذف الضمير دو والإضافة اللي هي الاستي، ويبقى الفعل بهذا الشكل. أخلي بالي من مجموعة من الأفعال الشاذة، عايز أكون صيغة الأمر مع المفرد مع الفعل زين. خدنا قبل كده الفعل زين بمعنى يكون، عايز اكون صيغة الامر من الفعل زين، هتقول لي هنصرف الفعل مع دو، يتم حذف الدو والاستي، الاجابة خطأ. عشان اكون صيغة الامر من الفعل زين اللي هو معناه يكون، كلمة نت يعني لطيف، عايز اقول كن لطيفة تبقى زاي نت، يبقى الامر من الفعل زاين في حالة المفرد هي كلمة زاي. يبقى انا عملت ايه؟ حذفت حرف الان من الفعل.
يبقى هو ده من ضمن الافعال الشاذة في اللغة الألمانية. يبقى احنا كده اتكلمنا على صيغة الامر من الفعل في الافعال الضعيفة والافعال القوية والفعل الشاذ الفعل زين. اسهل طريقة عشان تفهم اسلوب الامر مع المفرد ان انت بتبص على الفعل وبتحذف الان من الفعل الضعيف. ومثال على ذلك الفعل بلايبن، هنحذف الاي ان تبقى بلايب. يجوز ان انا احط حرف الاي، عايز تشيلها مفيش اي ادنى مشكله. الفعل مخن، الامر منه مخ، يجوز ان انا اشيل الاي ان الان فقط، اسيب الاي. الافعال القويه التي يتم تحويل فيها حرف الاي الى اي، مثال لذلك الفعل هيلفن، الفعل اشبريشن، الفعل اسن، جيبن، تريفن، يتم تحويل الاي الى اي ونحط اصل الفعل. نخش على الصيغه الثانيه في صيغه الامر الا وهي الجمع. يبقى احنا اتكلمنا صيغه الامر مع المفرد، هنتكلم صيغه الامر في حاله الجمع. في حاله الجمع طبعا لازم الضمير يكون جمع، يعني لو قلت علي أند أحمد، قلنا أول شرط لابد من وجود علامة التعجب في نهاية الجملة. كلمة ناخهاوزة، كلمة ناخهاوزة معناها إلى المنزل. الفعل اللي هستخدم هنا الفعل جيهن. طيب هنصرف الفعل مع مين؟ الفعل جيهن ده يصرف مع الضمير إير اللي معناها أنتم، يبقى إير جيت. يبقى تصريف الفعل جيهن مع الضمير إير يبقى انصرف. عشان تكون صيغة الأمر في حالة الجمع يصرف الفعل مع الضمير إير. الخطوة الثانية بنحذف الضمير وبنسيب الفعل زي ما هو، وبالتالي الأمر من الفعل جيهن في حالة الجمع هي جيت. واضح كده؟ طيب مثال كمان، لو قلت كيندر يا أطفال، علامة التعجب كاينة شوكولادة. كاينة شوكولادة يعني هنا بيأمرهم بيقول لهم ما تاكلوش الشوكولاتة. يبقى هنا الفعل اسن، هنصرف الفعل اسن مع مين؟ تمام، هنصرف الفعل اسم مع اير تبقى است، هنحذف الضمير وهيتبقى لي كلمة است. يبقى أنا كده كونت صيغة الأمر من الفعل اسم في حالة الجمع تبقى است. طيب عايزين نكون صيغة الأمر من الفعل زين، الفعل الشاذ زين، ولكن في حالة الجمع. يبقى احنا كوننا صيغه الامر من الفعل زين في حاله المفرد، قلنا هتبقى ايه؟ تمام، هتبقى زي. بينما في حاله الجمع يعني لو قلت في حاله الجمع بيبقى شكلها عامل ازاي؟ يتم تصريف الفعل زين مع الضمير اير تبقى زيد. يبقى كلمه زيد يعني كونوا، وبالتالي صيغة الأمر في حالة الجمع. نكتب مثلا هنا صيغة جمع، لو قلت مثلا كيندر يا أطفال زايد نت. يبقى نلخص كده، صيغة الأمر في حالة الجمع يتم تصريف الفعل مع إير، وإحنا عارفين طبعا في نهاية التصريف الفعل مع إير يتم حذف الـ AN ووضع T في التصريف، ما عدا الفعل زين عند تصريفه مع الضمير اير يتحول الى زايد. يبقى كده اتكلمنا عن صيغه الامر في حاله الجمع. تبقى لينا صيغه الامر او نسميها بقى السؤال بادب او الطلب بادب في حاله الاحترام. الاحترام، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر
الجرد عشان يوصلك الجديد. عايزين نكون بقى صيغة الأمر في حالة الاحترام. أولا صيغة الأمر في حالة الاحترام بتبنى في وجود الضمير أو الاسم هير أو كلمة فرغو. يبقى كلمة هير أو كلمة فراو، لو قلت فراو هير أحمد فراو منال، ادي علامة التعجب بتاعتي الجميلة. عايز استخدم مثلا تسو هاوزة ناخ هاوزة. الفرق بين تسو هاوزة وناخ هاوزة، كلمة تسو هاوزة يعني في المنزل، بينما كلمة ناخ هاوزة معناها الى المنزل. عشان اكون صيغة الامر في هذه الحالة، حالة الاحترام، بجيب الفعل وصرفه مع الضمير زي جروس، وبنعمل عملية شقلبة ان انا بجيب الفعل الاول بعد كده الضمير. بمعنى في اول جملة كلمة تسو هاوز يعني في المنزل، يبقى انا هنا هستخدم في اول جملة، هنستخدم الفعل بلايبن. هجيب الفعل بلايبن اصرفه مع زي، يبقى زي بلايبن. بعد كده هعكس، هجيب الضمير بعد كده الفعل، وبالتالي هتبقى بلايبن زي. بلايبن زي امكس حضرتك في المنزل. طيب اللي ما فهمش دي نقول التانية. فراو منال ناخ هاوزة يعني الى المنزل. يبقى هنستخدم هنا في الجملة التانية الفعل جيهن، يصرف مع الضمير زي، وهنبدل، هنجيب الضمير ثم الفعل ثم الضمير، وبالتالي هتبقى جيهن زي. واضح كده؟ يبقى دي اسهل طريقة صيغة الامر في حالة الجمع. يتم تصريف الفعل مع زي حضرتك، وبنبدل الفعل، نخليه في الاول والضمير بعده. نتكلم على الفعل زين في حالة الاحترام. عايز اكون صيغة الامر من الفعل زين في حالة الاحترام، اقول هير احمد، ادي كلمة نت بمعنى لطيف. عايز بقى اكون صيغة الامر في حالة الفعل الشاذ زين، بص بقى على شكلها كده، هتبقى زين زي. زين زي يعني كن حضرتك لطيفا. يبقى صيغة الامر من الفعل زين في حالة المفرد تبقى زي، في حالة الجمع تبقى زيد، اما في حالة الاحترام تبقى زين زي. نلخص كده الكلام اللي احنا قلناه سريعا. اسلوب الامر يبنى على ثلاث اشكال. في حالة المفرد هقول اياد، دزبوخ. طب لو قلت اياد اوند كينزي دزبوخ هير اياد دس بوخ، كده انا عايز اكون صيغة الامر من الفعل، مثلا الفعل برينجن. الفعل برينجن بمعنى يحضر. عايز استخدمه مرة في حالة المفرد، ادي كلمة ايادة اهي، ومرة في حالة الجمع لو قلت اياد اند كنزي، ومرة في حالة الاحترام. نطبق كده، نفتكر القاعدة. ادي فعل اهو الجميل، فعل برينجن يعني يحضر. عايز اقول يا اياد احضر الكتاب، هجيب الفعل برينجن نصرفه مع الضمير دو، ونحذف الدو والاس تي، وبالتالي شكل الفعل هيكون كالاتي. ايوه برافو عليك، تبقى برينج.
bring das Buch احضر الكتاب. طب في حالة الجمع لو قلت اياد und كنزي جمع هنعمل ايه؟ قلنا هنصرف الفعل bringen مع ear يبقى ear تمام bring it هنحذف الضمير ear هيتبقى لي الفعل اللي هو bring it. الحالة التالتة لو قلت هير اياد عايز اكون صيغة الامر في هذه الحالة من الفعل برينجن مع الضمير زي تمام تبقى برينجن زي برينجن زي بصبوخ. يبقى احنا كده اتكلمنا عن صيغة الامر في حالة المفرد وفي حالة الجمع وفي حالة الاحتراق. طيب لو ما حددليش الضمير، لو ما جابليش الضمير في الجملة هتصرف ازاي؟ خلي بالك بقى عشان دي بعض التركات في الدرس ده. يعني لو جابلي كده في الاختيارات for ولا foreign ولا فيرت ناخ أليكس، خلي بالك الجملة دي عايزة تفكير. فكر كده، هديك فرصة تفكر مع الإجابة. فار فارن فيرت ناخ أليكس، واحد يقول لي طب هو فين الضمير اللي أنا هستخدم معاه أسلوب الأمر؟ مفيش ضمير. يعني هي كده هير الجملة كده خلصت؟ أيوة الجملة كده خلصت. هل هي فار ولا فارن ولا فيرت ناخ الكسندريا؟ هقول لك انا بقى تتصرف ازاي في مثل هذه الجمل. اولا انا عايز الفعل فارن، عايز الفعل فارن، عايز اكون صيغه الامر. في حاله المفرد هتبقى فار، وفي حاله الجمع هتبقى فارت، وفي حاله الاحترام هتبقى فارن زي. طب كلمه فارن هنا تنفع في الجمله دي؟ لا. ليه؟ عشان مفيش بره الضمير زي. طب كلمة فيرت تنفع في الجملة دي؟ لا ما تنفعش عشان عليها املاوت. خلي بالك هو هنا الفعل عليه املاوت، وبالتالي هنا صيغة الأمر هتبقى فار ناخ أليكس معناها سافر إلى الإسكندرية. هتقولي طب ما أنا ممكن أقول سافروا إلى الإسكندرية. ما هي لو سافروا إلى الإسكندرية كان هيكون الشكل عامل كده تبقى فارت. طب لو حضرتك هتبقى فارن زي. هتقول لي يا هير طب ما هي فرط موجوده هنا، هقول لك هنا في املاوت، ولكن هي بدون املاوت لان هي مصرفه مع الضمير اير. طب ما هي فارن يا هير موجوده هنا هي في الاختيارات، هقول لك بس ما فيش بره الضمير زي. فخلي بالي من هذه الاشكال من الجمل. طيب لو قلت فاس برينج ايش وفاس برينجن فير، لو قلت فاس برينج ايش يعني ماذا احضر انا؟ ماذا احضر انا؟ فقال له مثلا دين بال. كلمة دين بال بمعنى الكرة، هنقول مثلا دين بال بمعنى الكرة. طب هنا مفرد ولا جمع ولا احترام؟ بص كده من حيث الترجمة ماذا احضر انا؟ هيرد عليه في الاجابة يقول له احضر الكرة، وبالتالي هتبقى هنا جاية في صيغة المفرد يبقى bring den ball بمعنى احضر الكرة. طب لو قلت was bringen wir ماذا نحضر نحن؟ احضروا الكرة تبقى bringet. يبقى انا كده اديتك بس جملتين عايزين تفكير او ثلاث جمل عايزين تفكير. كده بقى احنا خلصنا موضوعنا النهارده وصيغه الامر في اللغه الالمانيه اللي هي تبدا مع المفرد والجمع والاحترام. استنى الجمل الصعبه، احنا اتدربنا على السهل، استناني في الصعب. ما تنساش لو عجبك الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واستنى المزيد. سلام.